السلام عليكم، معكم طلال نقار. وصلنا للجزء الثالث من سلسلة تاريخ التهوية الآلية، 5 محاضرات إجمالي. هنحكي هلأ عن المرحلة اللي هي من السبعينيات والثمانينيات القرن الماضي. مثل ما حكينا أنه هي تلخيص لمقالة نيل ماكنتاير. بهذا العشرية الجديدة بدءا من السبعينيات بدأت تظهر أقسام عناية مشددة مستقلة فيها أجهزة تنفس صناعي المرضى بيستقلوا فيها، فبدأ الشكل الحديث للعناية المشددة يظهر. بالبداية مثل ما قلنا، مثل البيب ما كان مستخدم بشكل شائع، التايدل فوليوم كان سيل بأرقام عالية 10 ml اللي هي ضعفية الطبيعي، حاليا بنستخدم 6 ml مثلا 10 ل 15. الامان بالنسبه لمواضيع الامان بالنسبه للتهويه الاليه كان لسه بيفكروا بس انه ممكن تنزل الضغط، مثلا هيموداينامكس يصير هبوط ضغط مثلا، او انه يصير نيموثوراكس. حتى احد محاضرات جاتينوني حنحكي لاحقا ذكرنا انه كان ستاندرد اوف كير بالسبعينيات انه يحطوا المريض على جهاز التنفس الصناعي، وبسبب انه يستخدموا حجوم عاليه كان يصير معهم ريح صدريه بشكل شائع جدا. فكان ستاندرد اوف كير انك تحط المريض على جهاز التنفس وتحط له تشيست تيوب من الطرفين لما يصير معه ريح صدريه. ما كان هذا الشيء مزعج ابدا لهم، هذا هو كان الشيء المتوقع كسايد افكت محتومه للتنفس الصناعي. بالنسبه لانظمه التهويه الاليه، مثل ما قلنا بالخمسينيات والستينيات كانت معظم او كانت الانظمه هي بريشر كنترول، فوليوم كنترول. ما كان المريض بيقدر، يعني كان كلهم سي ام في، المريض ما كان بيقدر يبدا حركات تنفسيه بنفسه على جهاز التنفس الصناعي. بدا من السبعينيات طوروا الاجهزه الحساسيه وصارت الاجهزه التنفس تسمح للمريض يتنفس. بالبدايه اسيست كنترول، بعدين اخترعوا انه ليش ما ياخذ مي التنفس وحده، اي ام في انترميتنت ميكانيكال فنتيليشن، يعني بصير المريض بياخذ حركات اجباريه وحركات عفويه. بعدين زامنوهم مع بعضهم صار اسمه نظام الاس اي ام في. اس اي ام في كان نظام اساس الفكره تبعه انه هن يفطموا المريض، انه بصير المريض بياخذ حركات لحاله على جهاز التنفس وبيندعم بشكل متقطع من جهاز التنفس الصناعي، وبالتالي بيفطم نفسه بنفسه. هي كانت الفكره بالسبعينيات. طبعا اثبتت فشلها اللاحق، وحنحكي لاحقا بدراسات اثبتت انه هذه الطريقه هي ما هي الطريقه الافضل للفطام، هي طريقه غير جيده ابدا. للاسف انه في اطباء، انا ربما صادفت اطباء بال 2015 وبالعشريه الاخيره يعني بعدهم مؤمنين بالاس اي ام في كانه هو نظام فطام وهو نظام جيد. سبحان الله، يعني في ناس ما بتم بتتشبث بافكاره بشكل انه ما بيحسن يغير. يعني الكلام اللي عم احكيه انه الاس اي ام في كان نظام فطام كان بالسبعينيات، كان بالسبعينيات من 50 سنه، والعلم اثبت انه لا مو صحيح، وفي انظمه افضل منه، انه البريشر سبورت بعدين لما طوروه بيطلع لحاله افضل منه. وحتى التي فينت اللي هي الاس بي تي دي السبونتينيس بريثنج ترايل افضل من الاس اي ام في. بس رغم هذا الشيء في، وطبعا الايفيدنس اثبت هذا الكلام، حنشوف بالدراسات لاحقا في ناس بعدها متشبثه بهالفكره وغير قابله تتخلى عنها. هذا الفتره من التهويه الآلية لاحظوا انه الاف اي او 2 عالي ممكن يعمل ار دي اس ريسبيرتوري ديستريس سيندروم عند الولدان، ده الاغشيه الهلاميه بيسموه هذا. فاضافه انه بيعمل اذيه بالقرنيه بالشبكيه اظن او بالقرنيه عند الولدان الاطفال الصغار او الخدج البريتيرم. فبلش يستخدموا البيب، لاحظوا انه استخدموا انه استخدام البيب بلش يكون اكثر امانا، لانه مشكلة السوائل انه اذا ساوى هبوط ضغط بيتعالج بتسريب السوائل، زادت الخبرة فيه، اضافة لانه ما عاد في خوف منه مثل ما كان بالسابق. لاحظوا انه فتح الرئة بيساعد بنقص الفايتو، وبالتالي صار في ثقة اكبر او في شجاعة اكبر باستخدام البيب. مثل ما قلنا بنقص الفايتو بيمنع الاتلاكتي تروما، بلشوا يحكوا عن الاتلاكتي تروما، حسبوها رياضيا انه الاتلاكتي تروما بتعمل رد على جدر الاسنان بشكل رد موضع، وهذا الشيء انحسب من هذيك الايام. بهذيك الوقت بلش الحديث بقى ما هو الاوبتيمال بيب، ما هو البيب المثالي، في له حدين، هو سيف ذو حدين البيب، من جهه هو بيحسن ومن جهه هو بيسيء، كيف بدنا نقدر نوازن بالمقدار الامثل اللي ما بيعمل اذيه لما بتعمل بيب عالي، ما بيعمل فرط تمدد للاسناخ السليمه، ما بيعمل هبوط الضغط، وبنفس الوقت بيمنع الاسناخ الفولنربل اللي هي الاتلاكتي تروما، بيمنع الاسناخ انه تفتح وتسكر. هذا موضوع بحث طويل استمر على مدى 50 سنه، ولهلا ربما ما في
جواب واضح، ما بدي أقول ما في جواب واضح، ما في جواب قاطع له، ما في شيء اسمه طريقة مثالية لتحديد البيب المثالي. في شيء اسمه أنا معايير بتبعها، ببحث عنها، بشوف استجابة المريض لمستوى البيب المطبق، شو درجة الأذية عنده، وهذا الحكي بيتحكى في محاضرات وكتب صراحة، في عامل محاضرة مستقلة عنوانها البيب المثالي. بالسبعينيات بدأ الحديث عن الإكمو، هي الدراسة منشورة بال 79 اكسترا كوربوريال ميمبرين اوكسجينيشن بالسيفير اي ار دي اس هذيك الايام. بس للاسف في هذيك الايام بعده كان التارجت تبعهم انه يكون التبادل الغازي طبيعي، ما كان مبدا انه البروتكشن انه هو نحن عم نستخدم ايكمو لحتى نحسن او حتى نحمي الرئه من الاذيه تبع التهويه الاليه. وبالتالي هي الدراسه اللي بهذيك الايام انعملت ما كانت دراسه ايجابيه، وبعدها ناموا عن الايكمو، ما عادوا حكوا فيه لحد ما رجع حكى فيه بعد شي 30 40 سنه، وحنحكي هالحكي لما نوصل لهذيك الفتره. بالثمانينات بدأ الحكي عن حماية الرئة أكثر، نحن بدنا نحمي الرئة من التهوية الآلية. فبلش شيفت بالتارجت تبعنا، نحن ما بدنا ماكسيمال غاز اكستشينج، بدنا نحن لانج بروتكشن، يعني ما عاد بدنا غازات دم طبيعية، بدنا غازات دم مثالية، بنقبل بدرجة من نقص الأكسجين، بنقبل بدرجة من فرط الكربامية، بس نحن ما بدنا نأذي الرئة. فبلش الحديث عن هذا الموضوع بالثمانينات، وبلش ينضج وظهرت الدراسات عند الحيوانات بهذا الموضوع. مثلا هي دراسة حيوانية بال 1987 انتشرت، لاحظوا انه تقليل الحجم الجاري بيحمي الرئة، وانه المستوى الآمن للتهوية اقل بكتير من المستوى اللي هو مقبول بهذيك الايام. يعني مثلا 15 ml ما هو ابدا مقبول تعمل تهوية آلية ب 15 ml حجم، يعني تخيلوا 15 ml، معناتها عم نحكي عن وزن 70 كيلو ضرب 15 يعني 1000، كان التايدل فوليوم 1000 بهذيك الايام، وهذا رقم كبير كتير. طبعا اللي بيعرف انه التايدل فوليوم حاليا مثلا احنا اللي بنظنه امن ربما ما يتجاوز 300 ل 400، ربما 350 عند النساء و 450 عند الرجال. فتخيلوا انه ديك الايام كانوا يعطوا 1000 ام ال لواحد وزنه 70 عم نحكي. فبهي الدراسه الحيوانيه لاحظوا انه لا، نحن الليميت اللي عم الليفل اللي عم نعطيه ترى اعلى بكثير من المستوى الامن. فهذا بدا بالثمانينات وهي دراسه منشوره. بالثمانينات ظهر السي تي سكان، طبعا اذا بتعرفوا هذا الشخص اكيد بتعرفوه، لوشيانو جاتينوني من الرواد بعلم التهويه الاليه، ربما كثير ناس صارت تسمع فيه مؤخرا كثير بسبب الكوفيد 19 لانه حكى كثير بهذا الموضوع. فهذا الشخص بدا ينشر ابحاثه، وعالم ايطالي طبيب ايطالي بدا ينشر ابحاثه بدءا من السبعينات. بالثمانينات هو صاحب فكره انه نحن لما ظهر السي تي سكان تطور تقنيا، صار فينا نعمل تصوير طبقي محوري للصدر. هو من اوائل اللي صوروا الطبق المحوري لمرضى الارت، واكتشف اكتشافات انه نحن الارت ما هو مرض متجانس، الاصابه بالرئه اصابه غير متجانسه. هو من اوائل الناس اللي اثبتوا هذا الشيء بالتصوير وبالتجربه. هو اللي اقترح مصطلح البيبي لانج، انه نحن عمليا الرئه المصابه بالارتس الجزء اللي مهوم منها اللي بيتقبل معظم الحجم الجاري عباره عن ثلث حجم الرئه تبع البالغ، وهي الثلث يعادل حجم رئه طفل عمره 5 ل 6 سنوات. فهو اقترح مصطلح البيبي لانج. هذا البحث منشور باسمه لوشاني جاتينوني، هذا بال 1987. بالنسبة لأجهزة التنفس بدأت تظهر الجيل الثاني من أجهزة التنفس الصناعي، صار البيب بيلت إن موجود جواتها، صار في عندنا تريجرينج مثل ما قلنا، صار المريض يقدر ياخذ التنفس بنفسه، صار يظهر الأجهزة المونيتور بعض الألارم، مثلا هي إيفيتا إي أظن، هذه مدريجر، هذه بال 82 ظهرت. مثلا نظام البريشر سبورت بلش يظهر بالثمانينات، بالسبعينات مثل ما قلنا ما كان في بريشر سبورت، فبالثمانينات ظهر او طول نظام بريشر سبورت. هي المنفسه اسمها سيمنز 900 سي 1981، اذا بتشوفوا المودات اللي بتقدر تعطيها، شوفوا هون اس اي ام في، عم اقرا اس اي ام في، فوليوم كنترول، بريشر كنترول، بريشر سبورت. فكان صارت تقدر هي المنفسه تعطي البريشر سبورت. هي المنفسه بال 81 ظهرت. مثلا خليني اشوف فيكم منافسات الجيل الاول، هي البير 1، هي ظاهره موجوده كان بال 75، ما اظن اني اشتغلت عليها، بالظن بتذكر كان بال 2005 وقت كنا بالدراسات او بالاقامه، ما
ما كان عندنا البير 1، كان في عندنا الجيل الاحدث منها، بس هي المنفسه مثلا ما فيها البيب، في شايف انهم ما في، عفوا البريشر سبورت. الانظمه اللي بتستخدمها هذه بتغير الانظمه، شايف سيباب، شايف اس اي ام بي، شايف اسيست كنترول، شايف كنترول، بس ماني شايف البريشر سبورت. بينما البير 3، البير 3 اللي هي 1988 بالبلان اوت مانين ظهرت هي المنفسه او طوروها، هاي المنفسة صارت تحويل بيب. شوفوا هذه الكناب تبع المودز، نفس الشيء سيباب، اس اي ام بي، اس اس كنترول، كنترول، وصار في عندها بريشر سبورت اون اوف، والليفل تبع البريشر سبورت هذه. انا على الاقل معالج مريض واحد بهي المنفسة بال 2005، كان في العناية القلبية اذكر، او الجراحة القلبية، كان لسه في عنده من هدول المنافس القديمة، وانا متأكد اني معالج مريض واحد على الاقل على هي المنفسة. كنا بنسميهم غسالات على فكرة، لانه كانوا يخربوا كثير، لانه كانوا منتهي عمر. يعني عم تحكي عن 1988، بعد 20 سنة تقريبا أنا معالج مرضى عليها. ب 83 ظهرت البوليتان بينيت 7200 7200، هذه المنفسة هذه أنا شاغل منيح عليها، كمان كانت موجودة بالعناية عندنا بال2005، جيدة. كان في منها جيلين، كان منها هذه من الجيل الثالث تعتبر على فكرة، البينت سباقة بتطوير المنفسات، هذه من الجيل الثالث، صار فيها مايكرو بروسيسور. كل الأنظمة الموجودة، الأنظمة الأساسية كلها موجودة فيها بما فيها البريشر سبورت. كان في منها نمطين انا بتذكر، كان في منها هي الملونه اللي بيضفي لها شاشه، والثاني كمان الثاني بدون شاشه، كنا نشتغل اكثر شيء على هي صراحه. فتعتبر يعني انا عندي خبره مقبوله بهي المنفسه من المنافسات اللي اشتغلنا عليها، بس كمان نفس الشيء هي ظهرت بال 83، انا معالج مرضى عليها بال 2005 2006 2007 خلال فتره الاقامه. بالثمانينات ظهر الهاي فريكونسي لاول مره، كمان تم تطويره بدايه من هي الارتيكل اظنها بال ب 80، بلشت فكره الهاي فريكونسي، لانه كنا عم نبحث عن بدائل لانه نخلي الرئه مفتوحه وما نعمل فيها اذيه. فبدا من الثمانينات ظهرت الهاي فريكونسي، اظن تطورت بكندا، انا والله العليم هذه ما بعرف المقاله وين كتبت، بس اظن التطوير كان كندي للهاي فريكونسي فنتليتر. الابروفل تبع هذا الجهاز، هذا جهاز اسمها اظن اسمها والله خلينا نشوف، اتذكر اسمها كان 3100، تماما 3100. هذه كانت هذه اخذت الترخيص الاف دي ابروفل بال 89، شايف انا بال 89 91، لحتى صارت ابروفد للادلت على ما اذكر. اظن هي كانت بالبدايه للبيدياتريك، وبعدين اخذوا الابروفل للادلت. طبعا كانت ريسكيو مود بهذيك الايام، ما معروف اذا كان بتفيد او ما بتفيد، والدراسات ظهرت كثير دراسات عليها بالتسعينيات، كانوا عم يقارنوها بالمعالج غير المعياريه، معظمها كانت تتقارن بالاس اي ام في، الى ان بعد 20 سنه تقريبا حنحكي لاحقا انه كيف قارنوها بالستاندرد اوف كير وكيف اثبتت فشلها، فهذا الحكي حنحكيه لاحقا. هذا هو السلايد الوحيد اللي حكي فيه عن الاي بي ار في. لاحظوا تاريخ هي المقاله 1987، ظهر نظام الاي بي ار في اول مره عام 1987 اظن بالمانيا، وبنفس السنه او السنه اللي بعدها ظهر بامريكا بال 89. على مدى فيني اقول بثقه من 87 لهلا نحن 2020، على مدى 40 او 43 سنه ما في دراسه محترمه اثبتت انه الاي بي ار في بيتفوق على الانظمه التقليديه او الانظمه الستاندرد اوف كير لو تايدل فوليوم هاي بيب اللي هي حنحكي عليها لاحقا، انه الاي بي ار في قدم فائده اضافيه عنها. في له هواة، في ناس بتحبه وبتعرف تشتغل عليه وبيعطي نتائج جيده عندهم. واهم نقطه لما بدك تستخدم الاي بي ار في، تعرف انه اذا انت استخدمته الصبح في مين المساء يفهم على نفس النظام، يعرف يشتغل عليه. الستراجل كان غالبا اللي شفته بحياتي صراحه مع الاي بي ار في، مش شخصيا مع زملائي، انه الطبيب تبع الصبح بيعرف يشتغل عليه وتبع المساء ما بيعرف يشتغل عليه، وبالتالي كان يقلبه بالليل لما يشوف الانذارات كثير. فاهم نقطه انه انت اذا اشتغل على هذا النظام رغم انه ما في ايفيدنس عليه، في ايفيدنس قوي عليه، انك انت تعرف كل التيم بيشتغل على هذا النظام. للاسف انا كنت متامل 2008، خليني ابدا احكي، في كان كثير دراسات ولهلا موجوده بالكلينيكال ترايل اصلا مسجله، عم تقارن الاي بي ار بي مع ستاندرد اوف كير مع اللو تايدل فوليوم هاي بي، بس لهلا ما نشروا ولا دراسه من هدول الدراسات، بعضهم انسحب وبعضهم وبعضهم. هل في له فائده؟ لو كان في فائده كان لازم ظهرت، صرنا 43 سنه عم ننتظر وبعدنا منتظرين.
بالثمانينات ظهر مبدأ أو كونسيبت هو البيرميسيف هايبر كابنيا، هي الدراسة أو هي الورقة أظن دراسة منشورة بال84. بدأت الفكرة بمرضى الستاتس أزماتيكوس، مرضى الحالة الربوية، الرئة الهواء الطرق الهوائية بتكون مسكرة، فصار التركيز إنه أو اقترحوا بهي الورقة إنه ليش نحن عم نركز على الكربون، خلينا نركز على الأكسجين ونتناسى أو نتغاضى الحماض التنفسي والفرط الكربون لنشوف النتائج. وطلع معهم نتائج جيدة إنه هذه نيو استراتيجي حسنت، إنه نحن حسنا الهايبوكسيميا وانتظرنا شوي على الفنتيليشن، بعدين بس تحسن الطرق الهوائية اللي حاول الفنتيليشن حيتحسن. بنفس الدراسة عم حاطين مقارنة بين الوفيات تبعهم، هي الورقة تبعهم هي بال83 منشورة، كان نسبة الوفيات صفر، مقارنة لاحظوا هي الأوراق العلمية منشورة بدءا من الستينيات 67 ل 83، كانت نسبة الوفيات بمرضى الربو عندهم بهذيك الحالة على المنفسة تتراوح بين 10% ل 25% و35%، ورقم كبير هذا صراحة. مريض انك حالي ربوية حطيته على جهاز تنفس يموت بسبب انه نتبنوا دراسة الاستراتيجية بيرمسيف هايبر كابنيا صارت وفياتهم صفر، وهذا كان فتح جديد بالتهوية الآلية وحماية الرئة. بنهاية الثمانينيات عموا موضوع اللو تايدال فوليوم او البيرميسيف هايبر كابنيا، صار عمموه على مرضى الارتس ولاحظوا انه كمان بيعطي نتائج ايجابية. بيرميسيف هايبر كابنيا حقيقة هي لو تايدال فوليوم، لأن انت بتنقص الحجم الجاري، فنحن مو بنسمح بالهايبر كابنيا، بننغصب على الهايبر كابنيا. صراحه الترجمه او كلمه بيرمسيف مش دقيقه، ما بعرف اذا كانت بيرمسيف هي فعلا بيرمسيف، مش بارادتنا عم نسمح بالهايبر كابنيا، هو سايد افكت لللو تايدال فوليوم. هيك بيكون وصلنا للتسعينيات. خليني اقول انه هي كملخص للسبعينيات والثمانينيات. حقيقه بدأ من التسعينيات، هنشوف المحاضرة الجاية كيف اللو تايدال فوليوم تطور أكثر لحتى وصلنا لأنه فعلا صار ستاندرد أوف كير. إن شاء الله تكون عجبوكم المحاضرة، ويا رب إن شاء الله متابع معكم بالجزء القادم. السلام عليكم.